الحمد لله على سلامتك. لما كنت قلكن هودي قطة زهران تفتكروني عم بتجن عليه. بدك تقولي لي؟ وحياتك يا مرت عمي، وحياتك كومته بالارض وكنت كابس عزنيه فردي بس لو ما جلال شالني باخرتك. ايه مبلا مبين. شو قصدك؟ هلا اتركنا انت وياهي، القصة صارت خطرة وما بينسكت عنها. رجعت ولاد الشامية ما بتطمي والمخبى اعصى. مش وانا موجود. هلا بلش دوري. رح وقف بوجهن ولو بدها تطير رقاب. انا صهرك ورجال هيدا البيت. انا بفتح. خفي عن الشاب شوي، بكفي بقى. ليش شو عملت؟ والله ما بعرف، اسألي حالك. عمي غازي؟ غازي؟ انت وعلاء وهيثم ضلكم على الباب، حط لي اثنين على الباب التحتاني، فهمت؟ انا اخذ شباب نزل على المستودع. صار معلم. ما بدي وصيكم عيونكم 10 10، مفهوم؟ من عيوني معلم. بامان الله. يلا شباب. بصراحة يا معلم أنا مثل الست ناهد، مش مطمن. ونحن جاهزين ومحتاطين. بس ما بنقدر نعمل أي حركة لحتى نشوف شو عنده. الرجال صار له سنين غايب. وما حدا بيعرف حيطان السجن شو عملت فيه. طيب ليه ما منجيب باقي السلاح من المستودع؟ ما بتعرف، بركي كبرت كتير. ان شاء الله ما بنوصل لهون. رحتي لعندها على البيت؟ ما كان عندي حل تاني، كله كذبني ونكر انك عايش. ساعتها بس عرفت وين ممكن لاقيك. كله بسببي. بعتذر اني حطيتك بهذا الموقف. لا بالعكس، كتر خيرها، على الاقل اهتمت فيك بغيابي. شو حكيت لك؟ كثير بهمك؟ ما انا حكيت شيء. من كل اللي حكيته بهمني شيء واحد بس. معلش تفهمني شو قصه الباسبور الجديد وسفرك؟ ممكن تقلي؟ شو يا توفيق؟ مزبوطة خبرية غازي؟ شو بدي أعمل؟ بلحظة انفتح ملفه وأخذ إعفاء 10% من مدة حكمه. مثل ما فات بالقانون طلع بالقانون. لعمة. شو فيها هالسيرة هلا؟ هيدا بركان وانفجر. نحن ما خصنا. بكل الأحوال إذا خبص شي خبصة فرشته بعدها موجودة بالحبس. يا عمي غازي خليني روح معك، والله مش ظابطة اتركك تفوت هيك فوتي لوحدك. انت اطلع من هي. بس يا مرت عمي. سامي، هيدي القصة بين عمك وولاد خيو، هو بيعرف كيف يحلها. خلص بكفي جنون. يا عمي والله ما عدت قادرة اتحمل. روح، الله يقويك ويعزك. شاهين استنى، عم بحكي معك. هذا الموضوع محسوم عندي منى. بدي سافر معك. لوين؟ وين ما بدك، مو انت بدك تسافر؟ منروح سوا. خاطف ما بخط فيك، هذا الحكي حكيني. انت ليش مصرة تحمليني هموم فوق همومي؟ يا الله، هل هيك انت بتكون مرتاح؟ أنا خلاص ما عاد في شي بيريحني. غلطة وغلطة وبدي ادفع تمنها لآخر عمري، ومن دونك يا منى تحرم علي السعادة. مو مضطر، انت مو مضطر تحكي هذا الحكي. شاهين خلينا نفكر بالعقل.
أنا مثلي مثلك، ماني طايقة أضل هون، بدي بعد عن كل شيء، أنا ما عاد بقلي شيء بالهيبة كلها. وأهلك وناسك وين؟ لك إيه؟ بس أنت وين؟ صدقني السفر أحسن فكرة لإلي ولإلك شاهين، هي آخر فرصة لإلنا، مشان الله لا تضيعها. ضاعت ضاعت يا منى، وبدها معجزة لترجع. ليه غيرت الطريق؟ هاي مش طريق المطار. هربت من الحشقة. واقف عندك، عم بقول لك واقف عندك. معلم عمك صار واصل، شو بدك نعمل؟ افتحوا له البوابة بتخليه يفوت. ما حدا اللي الله خلقه بيحكي معه حرف. وما حدا رح يكسر رجله غير أمي. قبر شاهين برا، والرجال حقه يزور قبر ابنه. انت شفته بعينك؟ ايه شفته بعيني، حامل سلاح ورايح عن بيت جبل، مش مصلي على النبي. هيدا اللي كنا خايفين منه. شو بدنا نعمل يا مختار؟ مش لازم نضلنا كتفين، هيدا غازي واحد مجنون وممكن يعملها. بحاولي لكم يلا. أهلين بالعم. إيه
لك عين تحط وجهك بوجهي يا بن سلطان؟ بتضلك كبيرنا، ما فيني رد عليك. الحمد لله على سلامتك. لك الله لا يسلم فيك ولا عطني يا دي عاطر بيت بوك فيك. بلا لا الغلط عمي بلا، روق. انت عم تحكي عن الغلط؟ لك الصبي كان مثل خوك، ربيته سوا وعيشته سوا، هاي كل دم بارد بتقتله كرمال شو؟ كرمال كرسي باوك اللي خايف عليه؟ كرمال الزن اللي نخرته براسه. شاهين مات من تحت راسك انت، والكل بيشهد على الشيء. انا كنت عم بحمي شاهين منك ومن امك ومن خوك. شاهين فداكم بروح، كسر لي كلمتي كرمالكم. وليش ما كسر وقت اللي سمع منك وخبر عني؟ ها؟ ولك السكين وصلت على رقبتي، عيونه لاخي انطفوا. من ورا شو؟ من وراك ومن ورا ابنك. لا اخو مفتح وعم ببحلق فيه، بس انا هلا بدي اطفي له روحه وعيونه وادف له جنب شاهين. سمعت؟ غازي عمي هذا دمك، استهدي بالله. اتركه، اترك ابني. والله يا غازي اذا ما بتترك صخر بهالدكة رح افضي هالبارودة براسك. لك اتركه، اتركه اتركه، ولا ترجع تجن مثل عوايدك. معلش اخي معلش، انت اتركه. اذا روحي رح تلمها لهالقصة، خلي عمك يخلصها بقى. ولك شو عم تخبص انت وعمك؟ فكوا عن بعض ولا تخلوني جن. غازي اتركه، انت بتعرف شلاني. ها اتركه منك، اعمل اللي بدك اياه، بس ابنك مش رح يضل طيب. والله يا غازي والله اذا بتهر شعره من راس ابني لراسك بكفيني ولا دمك بيرويني. والله بنهش لحمك، والله بسناني. ولك اتركه. حكيني هون زلمه لزلمه، انت مش عارف شو بدك تقتله؟ ها مش عارف الكرسي؟ شرف، هاي مضافة سلطان، مضافة سلطان ناطرتك. ما حدا اللي الله خلقه بشارعك فيها. شرف بس كل ما شو بدك تقتله قلي. لك يا عمي خليني قله كرمال شاهين. ولك شاهين ايه هين ناطرك. عايش، لا أني ولا حدا بينظلم ببيت جميل ابن سلطان. مرت عمي انا ما عاد يجيني اقعد، انا نازل شوف شو صار معه. شاهين مش عم صدق عيوني. الحمد لله على سلامتك يا أمي.
الله لا يضرني فيك. كرامي لله يا بي، بيخلع لهيك. والله بكفي بكي يا بي، خلاص بكي بشرفك. بوس ايدك يا بي خلاص. شاهين شاهين شاهين، قل هو الله احد، قل هو الله احد. الحمد لله على السلامة يا شاهين. الحمد لله على السلامة. يا هناك بسلامته يا غازي. لك انت وين كنت يا ابني؟ وين كنت؟ ما حدا يسأل لوين كنت ولا شو صار. المهم هلأ اني رجعت واقف على جري وصحتي على بدني. بس انت تعلم عليك وتارك تارنا. وحياتك يا شاهين، نحن معك على الموت. رد على حالك. ماني أصير حربي وبعرف كتير منيح كيف اخد حقي بإيدي. هيدا إذا كنت مظلوم. بس ولاد عمي ما قوصوني ولا بحياتهم حطوا فرودتهم بوجهي. الرصاصة طايشي وجبل كان رح يموت تضلني عايش. لك انت شو عم تحكي لك شاهين؟ فهمنا بحياة عرضك. مثل ما سمعت يا مختار، جبل شالني على كتافه وركض فيي على المستشفى، برعلي بدمه وسهر على جرحي، حط روحه على كفه كرميل ضل عايش. سمعت يا بي؟ سمعنين يا جماعة؟ جبل كان رح يموت كرميل ضل عايش. لولا صرمية هيدا الزلمة ما كنت واقف بيناتكن هلأ. شو يعني رح تسامحه؟ واللي عملوا فيه كل هستين كرمال يضل قاعد على كرسي بوك، وبوك اللي عفى امبارح يطال الحبس واكلت روحه رطوبة. شو بتسميها هاي؟ مصيبة. بس ولاد عمي ما خصهم فيها. صلوا على النبي يا جماعة، هذا بدل ما تفرحوا وتحمدوا ربكم. معه حق المختار، ندر علي أحلى مولد عندي بالقهوة. حلوين رجعتكم. قبل كل شيء اسمعوا هالكلمتين. أنا رجعت على الهيبة بين أهلي وناسي، أرضي فيها ورح عيش وموت فيها. بس هاي قدام الكل والحاضر يعلم الغايب. أنا مسامح ولاد عمي، بس تحرم علي. تحرم علي يا جبل اني دوس بيتك اذا ما بتسامحني على كل غلطه غلطتها بحقك وحق خيك. الله بحيي ولاد العم.
هلا هلا بالست نور، كنت خبريني بس كرمال نودع هالوجه الحلو. مرارة من راسك حجزة ومخططة لكل شيء. بتعرفي دايما كان يعجبني فيك ثقتك بحالك. شو بعد بدك؟ ياه ما بتعرفي شو بدي؟ بتحلم لك هلا انت وهون بعدك عم تحكي هالحكي. ان شاء الله فكرك اذا خطفتني وحبسني هون رح تجبرني اطلع بخلقتك. عليكي عم تطلعي؟ شايفه هون؟ شايفه؟ شايفتيهم؟ هون كلهم رح يبقوا سهرانين على خدمتك كرمال اذا بتفكري تتنفسي يقوموا بالواجب. بكفي بكفي زهقت منك ومن حالي ومن كل شيء. قتلني وريحني بقى قتلني. فكرة معقولة؟ ما عندي مانع. كيف ما قتلته؟ وتعرفي مين بده ياخده؟ لك حق شاهين مين بده يجيبه؟ طمني جبت لك شاهين بشحمه وبلحمه. شاهين كنت بتعرفه ما بتقول. طب كنت حطني بالجولة أعرف أتصرف. أبوك وبتعرفه عشت عمري عند هالجماعة بيت سرون. أولي شاهين وصخري أبي هولي إخواتي ربينا سوا ولو. معلش ابني معلش، هيك بده جبل والست ماهر، نحنا ما خصنا. وانت هيك حتقضيها؟ لك وقفي بكي بقى. عايش خليك انت مع أمك. عايش! ولك ردوا علي! جاوبوني! كل شيء عم يصير وأنا ما عندي خبر فيه ولا علم. أنا مالي أبنكم! أنا مالي أبن هالبيت! ولك اخ ولك تاركني عم ببكي وانتم واكل حالي
واحترق والطم على ابي الفاضي. فاضي يا الله، وينك فاضي؟ فاضي يا ابن عمي، فاضي فاضي يا ليل. شو قعدت وسرت حكيتو وترحم عليه وترجاي سامحني؟ ولك الامر فاضي، حضراتكم قاعدين عم تتفرج علي. ولك اخ يا عمي. وهي رجع غازي ورجع شاهين. يعني كل شيء خططتي له وظبطتي له وتكتكتي له فرط بتكه. حبسناه ظلم، وعلقنا مع شاهين، وعلقنا مع كل العالم. ناظم العالي على هوله، على بيت السعيد ومصايب بيت السعيد وتاراتهم. 12 سنة ما دقت طعم النوم مثل العالم والخلق. ظلمنا وانظلمنا، قتلنا وانقتلنا، وكله كرمال شو. كرماله، كرمال هالكرسي ضل منجد ونظيف ومرتب ومرستق. المهم ضل تحتك، هذا كرسي سلطان، ومن بعده ما حدا بحق له يقعد عليه غيرك. هذا الحكي قديم، هذا الحكي صار ورا ظهرنا. عمي غازي راجع على الهيبة ومطرحه ناطره. هيك العرف بيقول وهيك بتقول الأصول. غازي الشيخ الجبل زعيم الهيبة. إيه، بعيدة عن أسنانه وأسنان هالعقربة مرته، وإذا فكر إنه يطلع ويبلعنا بيكون غلطان. أنا ناهد عمران، ويلي بيرمي ولادي بوردة برمي بالنار. إيه بس أنا تعبت وكأمي، تعبت وربي خفي علي. الله يوفقك. أنا ما صدقت على الله يجي حدا ويشيل الحمل عني. يشيل عنك؟ قصدك ياكل حقك. حقي يعيش مثل باقي الخلق، حقي يرتاح، حقي يلتفت لحياتي. كل شي بيصير وانت مطرحك. اي ابوك قبلك عاش حياته ورباكن احسن ترباية، وكان الكل بالكل جوات البيت وبراته. الله يرحم ترابه. بس انا ما راح ادخل حرب مع اهلي وناسي كرمال الكرسي. وانا مالي متنازلة عن حقك. لو بدها تتقتل زلم وتطير رقاب. حلو، ودخلك على مين الدور الجاي؟ دور كل حدا بيتعدى على هالبيت. وبركي كان الدور الجاي علي انا وكأمي. طول بالك يا ابني، انت رجال وبتقدر، وهيدي القصة طويلة وكبيرة كتير. بعدين انت من شو مقهور؟ مش لأنه بتحبه لشهين؟ ها هي طلع عايش، هيدا الشي ما بكفي؟ انسى يا ابني كل يلي صار وفراح
ابن عمك بعده عايش. أنا أبو علي لك صخر ما بتوسى فيه؟ برحمة بيك جبل ما خصه بشي، لازم توقف حده وما تلومه. صخر صخر. يلا تفضلوا. بكفي لك يا بنتي بكفي. بتعرفي قديش لك قاعده هالقعده واخرتها معك. شو بدي اعمل يا عمي؟ وين بدي اروح بحالي؟ معك حق، بس انت لازم تكوني قويه حتى تقدري توقفي على اجريكي. كيف يعني؟ عمي حط حالك محلي، شو بتساوي؟ انا واقعه بين نارين، مربطه ايدي، ماني عرفانه شو بدي ساوي. مشان الله شور علي، شو اعمل؟ شوفي يا بنتي، انا راح اقول لك هالكلمتين والباقي عندك، لانه الطاوله قلبت والقصص كلها تغيرت. اذا بعدك بتحباه لشاهين وريتاه، قولي له يرجع يغني الموال من اول.